أنا الكاتب والروائي لا يعيش في برجه العالجي. أنت تتجولين بين المدارس والإعداديات والثانويات. نحن لا شيء بدونهم. نحن لا شيء. نحن نسمو ونسمو ونكتب بتشجيع القارئ. ويجب أن نكون دائما معه، لأن حتى مادة الكتابة، المادة الخام التي نشتغل عليها، هي من هذا الوسط، من وسطنا، من يعني من الحياة، من تفاصيلها الدقيقة، من الشوارع البسيطة، من الحيطان الدامعة، من كل شيء، من الوجوه الطيبة، من الوجوه التي تجدينها، يعني ماذا أقول لك، الوجوه ببؤسها، بفرحها، بوجعها، بكل شيء فيها، هي المادة الخام التي ننطلق منها. نحن ننطلق من وجع الإنسان، سواء كان هذا من وجعه ومن فرحه أيضا نكون معه. هي مادة الخام التي نشتغل عليها. مثلا في وجع جنوبي هذا، احتفيت بالمكان في الطنطان، احتفيت بأزقة الطنطان البسيطة، احتفيت بالوجوه، وجوه الناس الطيبة، عندما أجدها في الشارع، صباح الخير، مساء الخير، هذه الوجوه المبتسمة رغم الوجع ورغم كل شيء. احتفيت بالمكان واحتفيت بالأشخاص في هذه المدينة. كانت المادة الخام في هذا الوجع الجنوبي هي مدينة طنطان، وما عاشته من وجع أيضاً.